نجم الهلال السوداني فرج في تصريح خاص للأيام الرياضي: سعداء بوجودنا بين أشقائنا في البحرين. شاهدوا معي التفاصيل. في تصريح خاص للأيام الرياضي، تحدث النجم الهلال السوداني علي فرج عبد الله عن تأهل فريقه للدور الثاني التمهيدي لكأس الملك سلمان للأندية العربية بعد تخطيه للمنامة بواقع 3-0 و2-1 بالقول: من دون شك مواجهتنا وخسارتنا أمام المنامة في لقاء الأياب يدل أننا واجهنا فريقا لا يستهان به، وكان لديه فرصة للتأهل للدور الثاني بدلا عنا، لولا أننا حسمنا نتيجة مباراة الذهاب في السودان ب3 أهداف من دون مقابل. ونحن بعد خروجنا من دور أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري تركيزنا أصبح منصبا على تحقيق لقب الدور المحلي، بالإضافة إلى سعينا لتخطي نادي صفاقس التونسي في الدور الثاني التمهيدي والذهاب بعيدا في البطولة العربية إن شاء الله. وعن إن كانت هذه زيارته الأولى للبحرين، أضاف: صحيح، هذه كانت أول زيارة لي شخصيا للبحرين، ونحن كفريق الهلال السوداني كنا سعداء بوجود بين أشقائنا في البحرين، حيث لم نلقى إلا كل الترحيب وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى مطار البحرين الدولي. وعن وجود أعداد كبيرة من الجالية السودانية المقيمة في البحرين في المدرجة خلال المباراة، ختم بالقول: هذا الأمر في الحقيقة أسعدنا أيضا، وهو دليل على أن لا يوجد فارق ما بين شعوب الدول العربية، ونريد أن نشكر تلك الجماهير مع أننا خرجنا بنتيجة الخسارة إيابا، لكن الأهم هو أننا تأهلنا من أرض البحرين العزيزة.